أنا اسمي محمد بكر برجوس، صيدلاني، تخرجت من الجامعة الأردنية بكل فخر عام 2007، وبدأت حياتي العملية، وكنت محظوظ أني بدأت في 2007 مباشرة مع واحدة من أهم الشركات العالمية بالأدوية في ذاك الوقت اسمها أسترازينيكا، وتدرجت بعدها في عملي في أكثر من مجال. بدأت كميديكال ريبريزنتيف أو ما يسمى بالمندوب الدعاية الطبي. شركتنا لها التريد مارك اللي هو اسمه كيور ان فارما، وكيور ان فارما it stands for cure through innovation، وهي هي بتوضح الميشن تاعتنا واهم المهام اللي احنا بنقدمها. احنا معنيين بكيف نقدم علاجات، سواء كانت ممكن تكون أدوية، ممكن تكون مستلزمات طبية، ممكن تكون مستحضرات تجميلية، كل ما يلزم خلينا نحكي عناية الطبي لجسم الإنسان بطريقة مبتكرة. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الصيدلاني محمد برجوس. بداية يسعد مساك. أهلاً وسهلاً وشرفتونا قناة أرام تي في. شكراً لك. في البداية طبعاً حضرتك صاحب شركة كيور إن فارما، وبالتحديد لمستودع أدوية نحكي أو مستودع أدوية. تعرفني تعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك؟ تمام، اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي محمد بكر برجوس، صيدلاني، تخرجت من الجامعه الاردنيه بكل فخر عام 2007، وبدات حياتي العمليه، وكنت محظوظ اني بدات في 2007 مباشره مع واحده من اهم الشركات العالميه بالادويه في ذاك الوقت اسمها أسترازينيكا، وتدرجت بعدها في عملي في اكثر من مجال. بدات كميديكال ريبريزنتيف او ما يسمى بالمندوب الدعايه الطبي، وبعدين صرت مدير للمبيعات ومدير للتسويق، وانتقلت لشركة تانية برضو مهمة كتير اسمها نوفارتس في الأردن. وفي بداية 2019 انتقلت لشركة روش في الإمارات، وكنت مسؤول تسويقي لمنطقة الخليج، وكمان كان عندي مهام أخرى مع الجلوبال تيم. بداية 2022 أنا أخذت القرار أني أعود لأرض الوطن من الإمارات، وأبدأ بمشروعي بعد ما كان تقريباً عندي 15 سنة في الخبرة بهاي الشركات العالمية. بالتوفيق. تعرفني بالتفصيل على أهم الخدمات اللي عم تقدموها هون عندكم بالشركة. تمام، هلا أحكي لك أول شيء عن اسم شركتنا. شركتنا لها التريد مارك اللي هو اسمه كيور إن فارما، وكيور ان فارما it stands for cure through innovation، وهي هي بتوضح الميشن تاعتنا واهم المهام اللي احنا بنقدمها. احنا معنيين بكيف نقدم علاجات، سواء كانت ممكن تكون ادويه، ممكن تكون مستلزمات طبيه، ممكن تكون مستحضرات تجميليه، كل ما يلزم خلينا نحكي عنايه الطبي لجسم الانسان بطريقه مبتكره. ولما بنحكي innovation أو ابتكار، ممكن يكون بنسعى أن نجيب أشياء مش موجودة أو ممكن نضيف للقطاع الطبي في الأردن، وinnovation كمان بطريقة تسويق هاي خلينا نحكي البرودكتس في الأردن. بدينا في الأردن، وإن شاء الله هدفنا كمان نكون على مستوى الريجن بالشرق الأوسط إن شاء الله. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ تمام، رؤيتنا المستقبلية هي فيها يمكن بعدين. البعد الأول جغرافي نوعا ما، بهدف أنه إحنا نبدأ بالأردن كنوة ونوصل فيه لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لأنه عندنا خبرة جيدة فيها وبنقدر نساعد كمان كل هذه المنطقة. والبعد الثاني فيه هو على مستوى ما نسميه الفريق طريقة العمل احنا كشركة عندنا، وهون اللي عم بيكون الجزء الثاني الانوفيشن. نرجع لنفس النقطة انه حتى الانوفيشن والابتكار راح يكون في طريقة عملنا كفريق. انا جدا اؤمن بانه اهمية كل فرد بالتيم، الطريقة ما يسميها احنا بالادارة اللي هي الاجيليتي واي اوف ورك، اللي هي بتكون مش على اساس شخص ومديره اكثر من هو كفريق بيكونوا بيعملوا مع بعض بطريقه متوازيه ومتكافئه او متكامله خلينا نحكي. فانا اؤمن بانه راح يكون في عندنا بعدين زي ما خبرتك بالنسبه للرؤيه تاعتنا، بعد له دخل بوين راح نوصل بالتسويق والعمل تبعنا، وبعد معني اكثر بفريق العمل.
إن شاء الله. بتحكي لي شوي عن أهم المشاكل اللي أنت عم بتواجهها بهذا القطاع. تمام، خلينا أسميها تحديات إذا بتسمحي لي أكثر ما هي مشاكل، ويمكن هلأ نحن يعني خلال هاي السنة صلنا 9 أشهر في العمل، فبقدر أحكي لك التحديات اللي أنا واجهتها لحد الآن، ومن أهمها هو بنسميه long process of logistics، أو خلينا نحكي الإجراءات تأخذ وقت أكثر. وهون يمكن يكون في دور كبير يعني المعنيين بالأمر إنه يحاولوا قد ما يقدروا يساعدوا، أتوقع إنه الشباب بمشاريعهم الجديدة أو الستارت أبس بشكل عام إنها تكون شوية اللوجيستكس تكون بطريقة أكثر سهولة خلينا نحكي مع المستثمرين الشباب. فهي يمكن أهم التحديات اللي عندنا. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ سؤال كثير حلو ومهم. أول شيء راح أقوله إنه إحنا كلنا شايفين العمل والإفورتس اللي مبذلة من سيادتكم. بقول له الشباب محتاجين كثير دعم من جلالة الملك. أنا بعرف قد هو دائما بيحكي بالرؤية الملكية على أهمية الشباب، وهذا الإشي بوصلنا وإحنا بنحس فيه، ودعمه دائما مهم جدا، لأنه الشباب هو أساس خلينا نحكي المستقبل وأساس الرؤية اللي دائما جلالة الملك بيحكي فيها. فباختصار راح أقول له أشكركم، يعطيكم ألف عافية، وإحنا دائما معكم كشباب وين ما نروح خارج البلاد قلبنا ودمنا كله مع الوطن، ودائما بنحب نبدأ من بلدنا. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فأنت لما بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ ممكن أكثر من رسالة. راح أبدأ أكيد الرسالة الأولى هي لوالدي ووالدتي، الله يطول عمرهم، هم لهم فضل كبير وين كنت وين أنا وين راح أكون، فبشكرهم كتير. زوجتي وأولادي أكيد دائما هم الداعمين الرئيسيين لإلي في مسيرتي. في أشخاص على المستوى المهني، أسماء كتير ساعدتني، سواء كان بعمل السابق بالشركات اللي زي ما حكينا كنت جزء منها، كنا نشتغل دائما كفريق، تعلمت منهم كتير. صعب أذكر أسماء، بس أكيد هم إذا يعني هلأ شافوني في اللقاء راح يعرفوا أنهم لهم فضل علي، فبشكرهم كتير كمان. كيف يمكن للسادة المشاهدين تواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع الشركة وطرق التواصل معكم؟ تمام، إحنا شركتنا جغرافية موقعنا بشارع الجامعة الأردنية أو شارع الملك كرانيا في عمان، وراح نكون أكيد موجودين بجميع وسائل التواصل الاجتماعي. الويب سايت تبعنا سون راح يكون موجود curenpharma.com، وبنفس الاسم كمان راح تكون موجودين بالفيسبوك والإنستغرام تشانلز. شكرا لك. أشكرك وأشكر قناة آرام تي في. كلك زوف. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن أشكر السيد محمد على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم وجدنا ورشاتنا. سعد مساك وشكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.